وتستحوذ منتجات البشرة على جزء كبير من حجم التجارة العالمية ولم تتأثر بالأزمات الاقتصادية. سجل عام 2022 وحده يعني استحواذ منتجات العناية بالبشرة على 41 من السوق العالمية للعناية، في حين شكلت منتجات العناية بالشعر 22%. أما مستحضرات التجميل والعناية اليومية فقد شكلت 16% من حجم التجارة العالمية. ولكن مشاهدينا، كثرة تلك المنتجات وتضخم الطلب عليها لا يعني أنها جميعا صحية وآمنة للبشرة، ومع ارتفاع نسبة الوعي حول مخاطر هذه المستحضرات وبعض المواد فيها، ازداد مؤخرا حركة البحث عن منتجات وبدائل صحية وآمنة خالية من المواد الكيميائية الضارة وأيضا صديقة للبشرة. لكن البحث عن تلك البدائل لا يتوفر دوما يعني نظرا للسعر العالي للمنتجات وصعوبة توفيرها أحيانا. عربيا بدأنا نلاحظ إقبالا من مختصين على صناعة منتجات ومستحضرات عناية وتجميل صحية ولكن بأسعار معقولة. اليوم في الاستوديو حديثنا عن أحد هذه المشاريع والتي استطاعت صاحبته استلهام خلطات ووصفات الجدات وتحويل هذه الخلطات التي تعد نافعة انطلاقا من دراستها وتخصصها. نرحب بالاستوديو الدكتورة والصيدلانية هبة أحمد يوسف، ملكة مشروع هدى أو هبة، المعذرة، هبة بيوتي. سعد مساكي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بالجميع، وتحياتي لكم وللشعب اليمني وأهلي في اليمن. سعدت أني كنت معكم في هذا اللقاء اليوم، إن شاء الله بيكون لقاء مميز بإذن الله، وأعرفكم على منتجاتي وعلى كل ما يخص البشرة والشعر. إن شاء الله بنعرف تفاصيل أكثر اليوم في هذه الفقرة. الدكتورة، بداية يعني لو تشاركيني معنا رحلتك في صناعة منتجات العناية، كيف بدأتي بهذا المجال؟ بدأت في هذا المجال طبعا هي اصلا هواية من قبل، يعني كنت من قبل ما ادخل الصيدلة كانت هوايتي، يعني شفت نحن البنات ماسكات واشياء حلوة للشعر والبشرة وهذه الاشياء كلها، فكانت هوايتي. لكن انا استقلت هذه الهواية بدراستي للصيدلة، يعني انا تخصصت في الصيدلة لحبا في الاشياء اللي هي الكريمات والاشياء الطبيعية والعلاجية بنفس الوقت. كانت بداية مشروعي هي هواية صقلتها مع دراستي، وكمان في بحكم أني كمان دكتورة في العلاج الطبيعي والطب البديل، جتني واحدة من مراجعاتي في العيادة فسألتني دكتورة، يعني أنا عندي تنتين بنات مريضات بمرض جلدي، تصلب الجلد يعني، فهل تستطيع أن تصنعي كريم يعني يرطب البشرة وبنفس الوقت ما يسببش حكة؟ لأنه كل المنتجات الموجودة بالأسواق عارفة فيها الكورتيزون، بعد ما تستخدم هذه الأشياء ترجع مرة ثانية يعني تعيد الحكة ويسوء يعني الحال أكثر وأكثر. فمن هنا انطلقت أني أعمل لها كريم كوصفة خاصة لهذه الأشياء، واسترجعت طبعا دراستي وهذه الأشياء كلها. فسبحان الله يعني بدأ معايا المشروع، غير أنه أنا كنت يعني هدفي من هذا المشروع هو هدف علاجي بحت، يعني الربح بعدين، لكن الأساسي الهدف منه العلاج. فكنت حتى لما عملت المنتجات عملتها كل شيء مخصص لشيء، مثلا لأمراض البشرة اللي يكون عندهم الصدفية، اللي يكون عندهم الأكزيما، اللي في عندهم مثلا حب الشباب، يعني كان كل شيء أنا أعمله يستهدف مرض معين في البشرة. جميل، يعني تحاولي تحلي المشكلات اللي بيعاني منها السوق، اللي هو وجود أدوية لكن بطريقة طبية وصحية تنفع علاج بعض المشكلات. ايوه، هي هذه كلها مواد طبيعيه واورجانيك 100%. طيب احنا ما شاء الله بنشوف يعني منتجات كثيره، احكي لنا ايش هي المنتجات اللي انت تقومي بتصنيعها؟ زي ما قلت لك يعني انا قسمت منتجاتي لاشياء، مثلا منتجات الشعر عندي، مثلا في كمان مراجعين بالعياده كمان تخصصي يعني بالعلاج الطبيعي والعلاج خلينا التجميلي، بس التجميل الغير جراحي يعني بوتوكس فيلر هذه الاشياء بلازما، كان في بعضهم يتعالجوا من حب الشباب نعالج بالبلازما وبهذه الاشياء، بس بعدين يصير انه الانسان يحاول انه كوقايه يحافظ على هذه النتيجه اللي تكون ببشرته، يسالون الدكتور ايش نستخدم من اشياء تكون طبيعيه وطبيه بنفس الوقت وما تاثر على بشرتنا. فمن هنا جاءت استوحاء لكل يعني الفكره لكل يعني مرض علاج، مثلا للشعر عندي الاستضافيه اللي تصير بالشعر، عندي مثلا عندي منتج مقشر فروة الرأس، هو يمكن نحن نسمع دائما عن مقشرات الجسم والوجه، بس فروة الرأس شوية يعني مش كثير يعني مش رائج.
بس هو نحتاج لها لأن الشامبوهات والبلسم وهذه الأشياء كلها تعمل ترسبات على فروة الرأس، فما تخليكي تستفيدي من أي شيء أنت تعمليه، ماسكات، زيوت، فأنت لما تنظفي فروة رأسك مثلا تكون يعني تستفيدي من النتيجة أكثر، يعني 100% أو 80% تقريبا من أنك أنت فقط تعمل الزيوت أو الماسكات. والأفضل أنها كلها طبيعية. أنت شامة الريحة ما شاء الله، يعني الريحة المواد الطبيعية مليانة الاستوديو، لو تكلمينا أكثر عن المنتجات اللي تستخدميها في هذه طبعا زي ما قلت لك المنتجات هي طبيعيه 100%. مثلا زي ايش؟ مثلا عندي شم ريحه القهوه ما شاء الله، ما شاء الله عندي مقشر المقشر القهوه للجسم والوجه، استخدمت القهوه كمان لعلاج السلوليت، يعني مش كمان مقشر فقط للوجه والبشره عشان تعطي رونق وتخليها حلوه، كمان لانه تعالج السلوليت بعد الحمل والولاده. ايوه اللي هي التشققات اللي تعاني منها المراه، كل الناس تعاني خصوصا الانسان لما يسمن ويرجع يضعف ينحف فتصير هذه التشققات. واستخدمت كمان مثلا عندي كريم الكولاجين، كريم الكولاجين مواد طبيعية وهو من المستخلص الأساسي اللي أنا أستخلصه بإيدي، لبان الذكر مثلا كلنا نسمع لبان الذكر مشهور باليمن عندنا. أيوة يعني. فأنا استخلصته بطريقة مدروسة وبطريقة صيدلانية، يعني مش أجي أخلط خلطاتي فقط عشوائيا، لا بطريقة مدروسة وأساسية، لأنك تعرفي التفاعلات الكيميائية اللي تحصل للمواد، يمكن هذا شيء يغفل عنه يعني كثير. السوشيال ميديا مليانة مليانة خلطات لبان الذكر، لكن أنت الطريقة الآمنة أنها عبارة عن خلطة طبية أيضا في نفس الوقت. أيوة. فأنا حابة أسألك سؤال، يعني أنت تحاولي تستلهمي من المنتجات اليمنية المشهورة، أنت تعرفي عدن ما شاء الله، أيوة تعرفي صنعاء، تعز، كل محافظة في معاها طريقة، الهرد واللي هو الكركم أيوة. السدر، أنت تحاولي تستخدمي كمان هذه المنتجات الطبيعية المشهورة في اليمن أيوة. في منتجاتك؟ أكيد أكثر الأشياء أستخدمها، وهي لأنه نحن يعني أنت عارفة اليمن أيام التجارة زمان بين الهند واليمن، يعني كانت هذه الأشياء والأعشاب مشهورة بعدن، نحن يمكن من أكثر الناس أو اليمن كلها ككل من أكثر الناس اللي نستخدم البهارات والأعشاب في هذه الأشياء، فحاولت إني أستخلص هذه الأشياء بطريقة يعني تمثلني وبنفس الوقت طبية طبيعية يقدروا يستخدموها آمنة، لأنه كمان أنا في عندي مثلا من زبائني مرضى سرطان، فهم يعني مثلا عندي مزيل عرق طبيعي ما في خالي من الشبة، لأنه الناس كلها متعارف عليها أن الشبة هي تقفل المسام للغدد العرقية، هو الشبة تقفل المسام فما تخلي العرق يخرج، نحن الهدف منه أنه العرق يطلع لكن نقتل البكتيريا المسببة لرائحة العرق، لأنه عملية طبيعية بالأخير. أيوة. يعني فمن هذه الأشياء أنا أستوحي، وعندي كمان مرضى يعني مش بس مرضى سرطان، كمان الحوامل، كمان المرضعات، هذه الأشياء كلها يعني أنت عارفة المواد استخدام التجميل حساس. أيوة يعني استخدام هذه مرحلة خطيرة مسؤولية عليا قبل ما تكون فقط يعني مشروع ربحي، فأنا يعني أفكر بالإنسان أولاً بعدين يعني هذه ربح. أخلاق طيبة فعلاً منك سلام. دكتورة لو نعرف مثلاً أشهر منتج لاقى استحسان من الزبائن. طبعا عندي كريم الكولاجين، عندي البخاخ هذا اللي الوجه التونر اللي يقفل المسام، بنفس الوقت يعني انا منتجاتي كمان اعملها 2 في 1، مثلا البخاخ هذا يستخدم لتقفيل تسكير المسام مش تقفيل تسكير المسام بعد الغسول، وبنفس الوقت فكس بلس بعد المكياج، يعني 2 في 1. عندي مثلا تنت هذا من اكثر الاشياء اللي الطبيعيه اللي انا ابيعها صراحه، اللي هو تنت اللي هو البلاجر الطبيعي أيوة. لتوريد الخدود، فهذا آمن، حتى البنات الصغار يستخدموه، يعني ما شاء الله يعني أكثر الناس اللي تأخذ مني اللي بناتهم الصغار لأنه يمكن يعني دائما البنات الصغار لما بيبدأوا بالخدود أيوة. يبدأوا بالمرطبات وهذه صح. الأشياء. طيب اليوم دكتورة أنت عارفة أنه السوق ممتلئ من كل الأنواع والأشكال، إيش الذي بيميز يعني هدى هبة بيوتي، الدكتورة هبة بيوتي عن المنتجات الاخرى؟ احنا جالسين نذكر هدى بيوتي ايوه تقارب الاسماء ايوه تقارب ان شاء الله بيوم من الايام نوقع هدى بيوتي براند عالمي ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك. شوفي يعني زي ما قلت لك انا ذكرت سلفا انه منتجاتي اول شيء اورجانيك طبيعيه 100%، استهدف فيها العلاج، يعني انا
يعني الهدف اللي وصول منتجاتي هذه هي العلاج. فالسوق عارفه انت ممتلئ بكل الماركات والماركات العالميه والضخ بالملايين والدعايات وهذه الاشياء كلها. فتقولي زي مشروع بسيط زي كذا ممكن ينافس هذه الاشياء العالميه؟ انا ما داخل السوق عشان انافس او عشان اكون مثلا يعني بدرجه معينه من هذه الشركات، لانه انا هدفي معين. فانت المنتج هو يحكي عن نفسه، يعني الزبائن الحمد لله اللي يعني قربوا هذه المنتجات وممنونين منها، يعني يدعوا لي انه الحمد لله دكتوره احنا استفدنا من هذه الاشياء، مثلا الاكزيما الصدفيه شفتي هذه الاشياء شويه تطول بالعلاج وتصير يعني متعبه للشخص نفسه يعني. فهذه الاشياء اللي تخليني انافس فيها، يعني انه انا يعني علاج بحت في هذا المجال. طيب بالنسبة لتحديات السوق، أكيد في يعني تنافس كبير، أنت كيف بتواكبي يعني التطورات الموجودة في السوق بحيث أن أنت تغطي الثغرات اللي يحتاجوها الناس زي ما ذكرتي في موضوع العلاجات والتجميل الطبي؟ طبعا العلم الان يعني دائما الطب خصوصا في المجال الطبي تطور كبير، يعني لازم انت طبيبه او صيدلانيه او اي مكان في المجال الطبي يكون في مواكبه لهذه الاشياء، لانه كل يوم تطلع ادويه جديده، كل يوم كريمات جديده، كل يوم يعني جننونا خصوصا بالسوشيال ميديا. فانا احاول قدر الامكان اني مثلا لو في يعني ماده جديده اقدر اضيفها على منتجاتي اضيف، يعني هي مش فيكس وستاندرد خلاص انه هذا المنتج هو مكون من هذه المواد خلاص، لا انا يعني بالبحث العلمي يعني اقرا كثير واحاول قدر الامكان اني اطور نفسي، حتى يعني بعد منتجاتي يعني صرت كمان هذا الشيء شغف اني ادرس التجميل الغير جراحي زي ما قلت لك. فهذا الشيء يعني نفعني بمنتجاتي وبنفس الوقت يعني بعلاج مشكلات البشره والشعر واللي يعاني منها اغلب النساء والرجال، يعني خاصه انه في كثير صح انه الان تطور مجال التجميل، بس في ناس كثير الى اليوم يخافوا من يعني التجميل اللي نشوفه الان اللي تدخل فيها الجراحه والابر أكيد. والشفط والنحت وهذه الاشياء أكيد. فاكيد سوق المواد الطبيعيه له زبائنه. انا في بيشقن كيف يتم تصنيع الاشياء دي، يعني يدويا ام انك استعنت شويه بالتكنولوجيا؟ طبعا لا خلا يعني عن التكنولوجيا، لكن منتجي من الصفر هو مصنوع يدويا، يعني حتى المواد قلت لك حتى لبان الذكر يعني انا استخلصه بايدي، مثلا عندي غسول للبشره بس بودر وبنفس الوقت ماسك مفتح، كل مكون من 10 انواع من انواع الجرينز اللي هي الحبوب، اطحنهم ويعني بكميات متساويه او بكميات يعني ايا ما كانت، ويعني زي ما تشوفي هذا المنتج مصنوع يدويا 100%، ما فيش اي دخل يعني يد دخيله غير ايدي، يعني عرفتي؟ يعطيك العافيه من الالف الي، يعني ما شاء الله الباكجينج، حتى الباكجينج ما شاء الله انيق وجميل. يعني اقدر اقول لك انه الباكجينج هذا يمثلني، فكل ما كانت الشيء جميل وكل ما كان العين يعني هي تعشق اول شيء، ف يعني قدر الامكان احاول انه اضع لمستي انا داخل هذا المنتج اللي انا ببيعه، مش بس هم انه خلاص يلا اخذوا وشل واخذوا يعني بعته خلاص، لا كمان لازم تكون العلبه انيقه وحلوه وهذا الشيء كله زيك يعني جميل. الله يسلمك. كان انت لك مشاركه اخيره في مهرجان اكسبو حلال وعرضتي منتجاتك هناك، احكي لنا كيف كان التفاعل مع المنتجات، بالاخص انت حاطه اللمسه اليمنيه فيها، فكيف كان ردود الفعل من الحاضرين؟ كان مشاركتي بمعرض حلال اكسبو كانت رائعه جدا صراحه. الهدف منها كان انه اظهر الثقافه اليمنيه بمنظور ثاني غير انه المنظور اللي متعارف عليه في التلفزيونات وهذه الاشياء. ليش؟ لانه كان في شريحه كبيره من الثقافات، يعني كان في شرق اسيا، اندونيسيا، ماليزيا، في ثقافات اخرى، روسيا، يعني من عده دول العالم يعني غير بس الدول العربيه. فكان الشيء الصعب اللي انا واجهته فيه اني انا انقل هذه الثقافه اليمن بعده لغات، يعني باللغه التركيه للاتراك فعلا. وباللغه الانجليزيه للاجانب وهذه الاشياء، في روس بس يعني ما اعرف اتكلم روسي صراحه، فعشان كذا كان انك يعني عرفتي ايوه تقدمي ثقافتك وتقدمي ماتورك او التراث اللي انت فيه بطريقه حلوه هم اصلا يستوعبوها غير اللي يشوفوها بالتلفزيون. يعني طيب يعني ما هي رؤيتك المستقبليه لمشروع هبه بيوتي؟ زي ما ذكرت قبل انه انا مشروعي مشروع علاجي بحت
بالضبط. طبعا هذا لا يخلو اني مثلا بالربح او شيء، يعني الحمد لله، لكن ان شاء الله اني اطمح اني اكون بمستوى اعلى واعلى من كذا، ومش بس فقط الشريحه العربيه او الجاليه العربيه الموجوده في تركيا، كمان يعني الجاليات الاخرى وان شاء الله العالم، ليش لا؟ ان شاء الله نشوف الاجانب يفعلوا بين ذكر ان شاء الله. والله هذه ميزه المنتجات اللي انت بتحاولي تروجي لها، انه فيها لمستنا، طريقتنا احنا كيمنيين، ايضا تعريف الناس انه هذه المنتجات الطبيعيه عاده لما تكون من البلد نفسه تكون افضل من باقي البلدان. صح، يعني حتى انا مثلا بالمعرض يعني حاولت اني اعرض بعض المنتجات اليمنية مثل البخور والعطور، عطور الشعر نحن متعرف عليها انه عطور الشعر هي بس انك تحطي على قصدي عطور الجسم تحطي على جسمك، او عطور الشعر فقط ورا الاذن، بس حاولت اني اختلق فكره جديده، روائح يمنيه وعتيقه بشكل سبراي، يعني عملت الشعر عطر الشعر بشكل سبراي، فكان هذا صراحه من اكثر المبيعات اللي انا بعتها يعني في المعرض. وزي ما قلت لك يعني الثقافات كل يوم تتغير وتنسى اذا لم يعني تذكر بها يعني الاجيال، ونحن سبحان الله يعني هذا بعد الحرب اللي صارت وهذه الاشياء شويه رجعنا عن ثقافاتنا. أيوة. ونسينا يعني مع الغربه والاشياء اللي نواجهها في الغربه شويه بعدنا عنها او مش موجوده، فهنا الجاليه اليمنيه يعني مهتمه بهذه الاشياء، فان شاء الله خير بإذن ان شاء الله يا رب، ونشوف مشروعك دائما في الاعلى يعني الدكتوره. والجميل انك حافظتي على التراث اليمني بلمسة عصرية وبلمسة تحريتي فيها الأمانة كونك يعني دكتورة. الدكتورة هبة يوسف نورتينا وشرفتينا، الله يسلمك، يعطيكي ألف عافية. الله يسلمك، يعافيك، شكرا جزيلا.